تعرف ان تغيير نمط الحياة ممكن لوحده يكون مسؤول عن تقليل نسبة الوفيات اجمالاً 55%، الوفيات الناتجة عن السرطان 44%، الوفيات الناتجة عن امراض القلب 70%. تعرف ان الـ WHO قالت ان من اول 2020 70% من الامراض، تلتين الامراض مرتبطة بنمط الحياة اللي احنا بنعيشه. مش شطارة ابدا من الدكتور ان هو يكتب لك وش وظهر روشتة مليانة ادوية، لانه ببساطة الادوية دي بغض النظر عن اثارها الجانبية هي بتتعامل مع الاعراض، النتيجة النهائية للمرض، لكن نمط حياتك هو المسؤول عن سبب المرض. الدكتور الشاطر هو اللي يقعد معاك ويراجع اللايف ستايل بتاعك ويشاور لك على الاخطاء اللي لو تجنبتها تتجنب كل الامراض اللي احنا قلنا عليها. طب تغيير نمط الحياة.